السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ صحيحه بخير؟ كنتمنى من الله تكون اموركم هانيه وتكونوا في احسن الاحوال. اليوم جيت لكم فيديو جديد، فيديو لتعطير الجسم، فيديو للترطيب كيف ما عملت معاكم قبل، فيديو ديال تعطير الجسم بالزيت جونسون والمسك. اليوم جيت لكم بوصفه اخرى، مكونات اللي هي بسيطه، ما تحتاجوش لشي مكون اللي هو صعيب ولا بعيد عليكم. مهم، جيت لكم اليوم بمخماريه الفازلين. مخماريه اللي هي كنسمعوا على مخماريه ما كنعرفوش اشنا هي مخماريه، ولكن هي مخماريه كل ما تخالطت العناصر وكل ما طالت المدة ديال الاختمار ديالها وكل ما تعطلات، كل ما ريحتها ومكوناتها عطات فعاليتها اكثر واكثر. يعني هاد المخمارية ديال اليوم ما فيهاش مكونات كثيرة، ما فيهاش عناصر اللي هي كثيرة، كتستعمل الجسم كيستعملوها البنات خصوصا في هاد الوقت الراهن. كل شيء كيبغي يصوب هاد المخمارية يحطها في مع العلب ديال الماكياج ديالو، لانها كتدوم مدة طويلة حسن من العطر، كتستعمل الجسم وايضا كتستعمل حتى للشعر ولا هما بجوج. مهم، راها سهلة وبسيطة وفي متناول الجميع، كتصلح لترطيب البشرة وترطيب الشعر، والريحة ديالها راه كل ما كانت ترطيب وكل ما كان الدهن كل ما كيكون معاه العطر كيشد مزيان. يعني ان دابا النصائح من النصائح اللي كنصحوا اللي سميتو، كيقول لك بان العطر اللي بغيتيه يمسك في الجسم ديالك مده طويله، ضروري ما تستعملي معاه الفازلين، او لا تستعملي معاه شي دهن اللي دهني به الجسم ديالك في المناطق اللي انتيايا كتبغي تعطيرها، وكترشي الرائحه على هذيك المنطقه المدهونه والمنطقه اللي كيكون فيها الفازلين باش كيدوم العطر لمده طويله. وراه هاد المخماريه راه كتثبت بزاف مده طويله في الجسم ديالك ولا في الشعر ديالك. مهم، غندوزو المكونات والعناصر ديال هاد المخماريه، بقاو معايا انا بما وجدت العناصر انا غنوريهم لكم دابا. ها انتم كيف ما كيبان لكم هذا المسك الاسود، الا كان عندك المسك الابيض حتى هو تستعمليه، ولا كان عندك حتى المسك السائل كيكون على هذا الشكل. هذا انا خديته من عند المعشابه، او اللي كيصوبوا هذا الشيء ديال المواد ديال الاعشاب. هذا تقام عليا ما عرفتش 15 درهم ولا ما عرفتش شحال. وعندي الجليسيرين، الزيت ديال الجليسيرين غادي نستعملو حتى هويا. راكم عارفين زيت الجليسيرين في الترطيب العميق للجسم، راه هو الجليسيرين هو الزيت اللي كيرطب لنا بعمق. وعندنا هنا زيت الورد، زيت الورد راكم عارفين، وكيف ما خدمت معاكم في الفيديوهات السابقه اللي غتلقاوها في القناه، زيت الورد راه ساهل كيفاش الاستعمال ديالو، كيفاش تصوبيه وكيفاش توجديه. طب تبيض ترطيب حتى هو عميق عميق جدا. والفازلين، الا ما كانش عندكم الفازلين يمكن لكم تستعملوا حتى زيت الكوك، زيت الكوك اولا زبده الشيا، راه حتى هيايا راه حتى هي كتستعمل في هاد الوصفات. انا ما بغي ولا بغيتو تستعملوا الفازلين وزبده الشيا وايضا تستعملوا زيت الكوك حتى همايا مزيان. انا غن في هاد الوصفه هذه غنستعمل الفازلين. كيف ما كيبان لكم، كيف ما خدمت معاكم الوصفه ديال تعطير الجسم بمكونات اللي هي بسيطه، استعملت معاه زيت جونسون مع المسك. دابا غنستعمل هاد في الوصفه الاولى كنت استعملت المسك الاصفر، دابا غنستعمل هاد المسك الاسود. غادي نحكو بحال هكا، هو عرفتي راه الرائحه ديالته زوينه، وراه كيتباع حتى للمسك السائل، حتى هو يمكن لكم تستعملوه. الا تعذر عليكم المسك الاسود ولا المسك السائل، يمكن تستعملي حتى الزيوت العطريه، حتى هي راه كتستعمل في هذه الوصفات. كنصح
نصحكم بزاف هاد المخماريه كيديروها، هاد الوصفه صحراويه 100%، كانوا كيستعملوها الصحراويات باش كيعطروا الجسم ديالهم ودوم الرائحه ديال الجسم ديالهم مده طويله، وخصوصا الا دهنتي به الجسم ديالك كامل، كيف ما حركتي اي منطقه من الجسم ديالك كتتفوح الريحه، يعني كدوم مده طويله، ماشي زعما ديريها وغتحيد ولا كدوم مع داك الدهن. دابا كيف ما كيبان لكم انا راه خديت الفازلين ذوبته وعاود حطيته، لقيته رجع جمد. دابا درته في البان ماري او في حمام مريم باش يذوب مزيان. انا غنخلط فيه المسك اللي حضرت معاكم، ها هو، غنزل واحد الكميه كما كيبان لكم، غنحاول نخلط، ما حديت نخلط و تيذوب الفازلين وفي نفس الوقت يتخلط معاه داك المسك. غادا نضيف ليه عاوتاني، نضيف ليه قطرات من زيت الجليسيرين، واحد المعلقه كبيره ديال زيت الجليسيرين، ونضيف ايضا قطرات من زيت الورد. وراكم عارفين زيت الورد راه تكلمت عليكم تكلمت عليه في الفيديوهات السابقه، لا في الفيديو ديال الماء ورد او لا في الفيديو ديال زيت الورد، فوائده راه كبيره كبيره بزاف. انا كيف ما كيبان لكم هنايا انا راه كنصوبو دائما، كناخذ القراعيت ندير فيهم الورد وتنخوي عليهم الزيت وتنديرو في البان ماري. غنضيف ايضا واحد المعلقه كبيره ديال زيت الورد. صافي، هادو هما المكونات اللي درت، وعرفتي الرائحه ديالو فواحه فواحه بزاف. صافي، غنخلط مزيان مزيان، ومن بعد راه غادا نوريكم. بالنسبه للبنات اللي باغيين يديروه كمشروع، البنات اللي بغا يديروه كمشروع للبيع والشراء، بالنسبه للبنات اللي باغيين يديروا مشاريع من المنزل ديالهم، يمكن لك تاخدي المخماريه وديريها في هاد القنينات بحال هكا، في هاد القريعات هادو، وتعرضيهم للبيع بحال هكا، تبيعيهم لصحاباتك، تبيعيهم، وانت كل ما طورتي الجوده ديال المكونات كل ما غادي تزادوا عندك الزبونات ديالك. وتاخدي القرعه من هنا وديري فيها لادات ولادات، يعني التاريخ ديال الانتاج وتاريخ ديال الانتهاء. وصافي، وهذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم. انا غدا نوضع هاد المخماريه ديالتنا، غنوضعها في هاد القراعي وغدا نوريكم الشكل النهائي ديالهم. يلا بقاو معي. صافي، المخماريه ديالنا اللي حضرت معاكم هاي ولات جاهزه. كيف ما قلت لكم بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش من يديروا، من عندهمش دخل قار وبغاو يديروا بحال هاد المشاريع هادو، راهم غادي ينجحوا ليهم 100%، خصوصا الى ذكرتي المكونات في سميتو، غديري واحد التيكيته هنا وديري فيها المكونات، وكيف ما قلت لكم تاريخ ديال الانتاج وتاريخ ديال الانتهاء. وكنت من الله الفيديو ديال اليوم يكون نال اعجابكم ويكون خفيف الظل عليكم. ما تنساوش بالنسبه للبنات جداد اللي يلاه كيزوروا القناه ديالنا لاول مره، تفعلوا زر الجرس وباش تبقاو توصلوا دائما بالفيديوهات ديالنا. وبالنسبه للبنات القدام اللي ما كنتمنى من الله دعموني
في هاد الفيديوهات ديالي باش يوصلوا لأكبر عدد من اللايكات. إلى اللقاء إن شاء الله في وصفة مقبلة.